معلومة طبية طبية بأكد عليها، هيقولها لنا دلوقتي دكتور وليد، خاصة بموضوع إن الواحدة تبوس ولادها أو الزوج يقبل زوجته، أهي منتهى الوقار يقبل زوجته. حضرتك قلت لنا الموضوع ده بيغير في فيسيولوجية الجسم. صحيح الحكاية مش تهريج يعني، ده بجد. لا ده حقيقي، ده ثبت علميا إن القبلة العاطفية اللي فيها دفء عاطفي دي لو على الخد اليمين بتنشط إفراز الكبد، بتنظم ضربات القلب. طب وعلى الشمال؟ وعلى الشمال لقينا ان في حزمه من الموصلات العصبيه اللي بتعمل على الاسترخاء وخفض حده القلق وتفجير بواعث الامل عند الانسان والطمانينه والدفء العاطفي لو اتقبل على الشمال. ولو على الخد من اهوت على الدقن من تحت من اهوت، الانسان بيوصل لاعلى مستوى من الاسترخاء والهدوء النفسي والاطناب وتنظيم الضغط العام عنده. ده ابحاث قالت كده، طب هو. وهنا الراس وعلى الجبين ان هو الانسان لو كان مفتقد خبره مؤلمه في حياته نتيجه فقد احد الوالدين بيستشعر ان هو التاريخ كله بينضم عليه، فيها حميميه غير عاديه اللي هي على الجبين من فوق. ولذلك يعني لما بتصالح بعض ويقولوا بص على راسك، بصها بتقرب المسافات. صحيح بتقرب المسافات. ولذلك بقى الشاعر قال لك ايه؟ قال لك جولي ولا تخشاش ملام الجبل حلالي ولا حرام. فقال له الجبل ان كانت للملهوف اللي على خده الورد يطوف ياخدها بدال واحده الوف ولا يخشى للناس ملام. صحيح، فروح بوس مراتك وروح بوس اولادك ولا تخشى للناس ملام.